على رأس وفد رفيع ضم مسؤولين أمنيين كبارا حل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بطهران. المحادثات تناولت قضايا عديدة مرتبطة بالعلاقات الثنائية، حيث أكد العراق على ضرورة حل القضايا الأمنية بين البلدين عبر الحوار، ودور العراق في إعادة ترتيب العلاقات الإيرانية الخليجية خاصة مع السعودية. من المعلوم أن للأخوة الإيرانيين لديهم بعض المسائل أو بعض الشكوى حول بعض القضايا الأمنية، وفي الاجتماع كنا صريحين وقلنا يجب أن نتباحث بكل صراحة حول هذه المسائل ونعالج هذه المسائل الأمنية. يجب معالجة هذه المسائل بطرق دبلوماسية وأيضا عن طريق الحوار. الجانب الإيراني وصف العلاقات بين البلدين بالعميقة والاستراتيجية، وتحدث عن إمكانية توسيعها في المستقبل، كما أكد على دور العراق الإقليمي ومجهودات الحكومة العراقية في إيجاد التفاهم في المنطقة. أكدنا خلال المباحثات على دور العراق الإقليمي المهم، وأعربنا عن تقديرنا لدور الحكومة العراقية من أجل إيجاد التفاهم الإقليمي، وأكدنا على أهمية الحوار الإقليمي بمشاركة دول المنطقة، وأعلنا ترحيبنا بمساعي البناءة لرئيس الوزراء العراقي ووزير خارجيته من أجل استئناف الحوار الإيراني السعودي. هي إذن مساء ثنائية لاحتواء الخلافات التي برزت في الآونة الأخيرة، إدراكا من كلا الطرفين لأهمية دور الطرف الآخر في استقرار الوضع الإقليمي في إطار سياسة إعطاء الأولوية للجوار في ظل المتغيرات الدولية. تركيز إيراني عراقي على متانة العلاقات وعلى تعزيز التعاون في شتى المجالات، مع تأكيد طهران على دعم المسار الديمقراطي في العراق وأهميته لاستقرار البلاد، وتأكيد بغداد على أهمية إيران لأمن واستقرار المنطقة. عبد الخالق الحمداوي، تي آر تي عربي، طهران.